هيا بنا، ما تخافوش ان شاء الله، ما تخافوش. مين اللي هينقي؟ يلا سلمى طبعا، ده الاول، ده اختيار سليم. محسن سرحان، اتفضل يا استاذ محسن، اتفضل. دايما بيتقال ان شركات الادويه لو يعني قضت على المرض هتقفل، هتعملوا ايه لو قضيتوا على التحرش؟ الله، يعني الحقيقه في مشاكل كتير قوي. حلو السؤال اسري. لا لا لا، يعني في يعني بص، انا ممكن اعدلك كده المشاكل التقاطعيه مع التحرش، واللي هي احنا بنعمل بنسهل فكره الابلاغ الامن الخالي من الوصم، وبنسهل الاستنجاد من المشكله نفسها. دي حاجة applicable جدا في حتة الدوميستيك فايلنس أو العنف الأسري، وإحنا أوريدي بنتكلم مع ناس في الحتة دي. في يعني في مليون مشكلة تانية مش هتنتهي، وحتى التحرش في مليون موديل غير البي تو بي. في فكرة لسه بندرسها دلوقتي، إن إحنا ننتجريت مع سمارت واتشز ونساعد الأهالي إن هم يطمنوا على أطفالهم، بنات وأولاد. كانت الفكرة دي طلعت من بيبي جراج. بس فيعني في حاجات كتير قوي، وفي مشاكل كتير زي ما قلت لحضرتك. الدوميستيك فايلنس دي قضيه تقاطعيه جدا مع التحرش، نفس اساليب الابلاغ الامن، نفس اساليب الاستنجاد من وقت في وقت المشكله. ده غير ان شركات الادويه ما قفلتش. لا، وغير انه يعني كل شركات الدول مهما كانت حجمها، مهما كانت يعني قدراتها، ما فيش دوله قدرت تاذي على حاجه زي كده يعني. بس احنا نتمنى طبعا يعني نتمنى نتمنى تقضوا عليه وتلاقوا بزنس لاينز. مظبوط. ويتبقى طبعا دايما يبقى حل التوسع الجغرافي في اماكن اخرى طبعا، يعني بالظبط. لو خلص هنا في بلاد تانية محتاجه، شغالين انترناشونال. شكرا، ما تخافيش.